قناة فيزيو تكنولوجي تقنية الرؤية. يسرها أن تقدم لكم هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي وأصدقائي وأحبائنا الكرام إلى هذا الشرح. هو إبراهيم المهدوي أحييكم في شرح جديد مع تطبيق جديد، وهو طبعا تطبيق الحقيقة مجاني لفترة، وإن كان سعره مش عارف والله لا أذكر كم، لكن الحقيقة أنه يستحق السعر اللي محطوط عليه إذا كان محطوط عليه سعر. أنا طبعا وجدته اليوم مجاني لفترة، ولكن الحقيقة يستحق بإذن الله تعالى. برنامج حقيقة جميل جميل جدا، متوافق مع الفويس أوفر، توافقية ممتازة جدا. وهو طبعا تطبيق خفيف ويحتوي على 4 بطن، يعني 4 بطن بس. طبعا تطبيق اسمه أرسل لي رقمه. دعونا ندخل على التطبيق مع بعضنا ونشوفه. يلا بنا إلى التطبيق. هذا هو التطبيق اللي هو أرسل لي رقمه، تمام؟ ندخل عليه مع بعضنا. تمام، دخلنا إلى التطبيق. التطبيق لا يحتوي على أي شيء، فقط إلا 4 أزرار اللي هن button 4 button 3 و 2 1. تمام، الأربع أزرار هذين، أول زر إذا كنت أنت اخترت اسم وبتبعث الاسم عن طريق الإيميل أو عن طريق الرسائل النصية وما تبيش هذا الرقم، أو بتحدد مجموعة جهات اتصال أخرى غير الرقم هذا، طبعا يعني مثلا غير الرقم هذا ياهي، بتحدد مجموعة أخرى وما تبيش ترسل الرقم هذا، تبي ترسل أرقام أخرى. هذا طبعا دي يدير أو يعمل عملية رجوع. ورقم 3 هذا لاختيار جهات الاتصال أو قائمة جهات الاتصال اللي بترسلها أو الاسم اللي بترسله، هذا يرسل عن طريق الرسائل النصية، والرقم 1 يرسل عن طريق الإيميل. دعونا نطبق عملي مع بعضنا ونشوف. نضغط أول شيء button 3 اللي هو بش يخشلنا من خلاله على جهات الاتصال، نضغطه مع بعضنا. أول حاجة سمعناها groups، تمام؟ إذا كان عندك أكثر من جهات اتصال حيقول لك groups، يعني مخزنات علي كم إيميل فحيقول لك groups. وهنا حيجيب لك contact heading، وهنا يجيب لك الكنسل والسيرش باش تبحث في جهات الاتصال. مثلا خلوني نبحث على اسم معين. اسمي نبي نبعث، مجرد ما نضغط عليه تمام، دخل على الاسم متاعي ودخل على معلومات الاتصال الخاصة بي أو معلومات جهة الاتصال الخاصة بي. إبراهيم المهدوي تمام. إبراهيم المهدوي هلا، هيعطينا الاسم، هلا المسج، هلا الكول إذا كان بنتصل من خلال البرنامج. فيديو مثلا نحدد اي رقم نبي نبعث، انا الرقم متاعي مثلا لشخص، نحدد اي رقم نبي نبعث. انا تمام، وكذلك نحدد الايميلات الخاصه بي اذا كان عندي اكثر من ايميل نبي نبعثه. شخص خلونا مثلا نختاره، مثلا اول رقم تمام. مثلا هذا
إبراهيم المهدوي. مجرد ما ضغطت على الرقم الخاص بي أعطاني أول شيء في إبراهيم المهدوي. إبراهيم المهدوي. والرقم الخاص بي. تمام. ممتاز. لا وبزيادة أخرى شباب. أعطاني أرقام اثنين. مش تبعثهم. أعطاني أرقام اثنين. تمام. كيف ما قلنا أول زر اللي هو نسوي به عملية رجوع إذا كان ما بيش نبعث الرقم هذا لشخص أو ما بيش بنغير اسم بنبعث اسم واحد آخر غير اسمي. تمام. مجرد ما نضغط عليه حنديروها نرجع قبل الزر ما فيش اسم على طول سوى لي رجوع. نعاود نختار اسم من جديد بيش نوريك من طريقة كيف. لا ب ب ر ر ألف ألف خ أ يا يا ك ميم ميم إبراهيم أبو حاتم إبراهيم المهدوي. تمام. تختار اسمي. مجرد ما نضغط على الموبايل إبراهيم المهدوي خلاص هيك اخترت الاسم بتاعي. تمام. كيف نبعث عن طريق هذا اللي هو البطن رقم 2 نضغط عليه. مجرد ما ضغطت عليه فتح لي قائمة الرسائل نختار الاسم اللي بدي وعلى طول وعلى طول تمام. هذا هو الأرقام بتاعتي. مجرد ما ضغطت عليه يفتح لي حقل الرسائل الجديدة ونختار في الحقل الأول اللي هو التو اللي هو إلى نختار فيه أي اسم اللي بنبعث له الرقم الخاص بي وعلى طول نضغط على زر السند. كذلك ينطبق عليه في موضوع الإيميل اللي هو بطن رقم 1. مجرد ما نضغط عليه هكذا فتح لي حقل إلى اللي هي خاصة بالإيميل. ومجرد ما ناخذ الإيميل بتاع الشخص ونبعث له أرقامي الخاصة بي على طول ينبعث للشخص اللي حددت له الإيميل بتاعي الخاص بي وهذا هو طبيعة التطبيق. والتطبيق سهل جدا 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 ومتوافق مع الفويس أوفر. وطبعا في الختام لا يسعني إلا أن أقول لكم إلى اللقاء في شروحات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متمنين من الله العلي القدير أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم ورضاكم. وإلى اللقاء في شروحات أخرى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.